الأهلي يفقد نقطتين في الصراع على القمة بالتعادل مع البنك الأهلي وتعادل بطعم الخسارة. كابتن شريف، تعادل فعلا بطعم الخسارة. كابتن أيمن، في أيام كده بتبقى موجودة في الكورة بيبقى فيها عدم توفيق من كل الوجوه يعني. من بداية المباراة وحسينا بموضوع وليد سليمان ولعبه وهو مصاب وتغييره، الأجواء اللي احنا بنلعب فيها المطر نزل انما داع الفرقتين. الحقيقة في عدم توفيق في نهاية الهجمة، عدم توفيق في التصويبات، عدم توفيق في ان الكرة تخش جوه الجون. برضو بيبقى في حاجات كده فعل ما بناخدش حقوقنا أثناء المباريات يعني، وخاصة من التحكيم يعني. أنا شايف ان راجل قفشة بيرقص راجل جوه ال 18، تاني بياخد الكرة بإيده بيحسبها يقول له انت، لا انت واخد الكرة بإيدك الأول. لو ما عادت الكرة 4-5 مرات ما شفناش غيرها. بنجيب جول في تكوف وكرة، هو صاحب الكرة وكرة ردة وهو اللي راكب الناس كلها وهو اللي بيحط الكرة وهو أقرب واحد ليها وبيخش هدف، وما عرفش بيحللوا الكلام ده إزاي، يقول لك لا الكرة مش هدف. استفزاز ده بعض اللاعبين عندنا وإنذارات عاكس. يعني في أيام كده بتعدي عليك أنت يعني، حتى اللعيبه كلها الحقيقه النهارده غير موفقه، والحاله اللي احنا بنشوفها رؤيه الملعب حاسس ان مجدي قفشه النهارده ما فيش خالص، النهارده مش موجود بالشكل الطبيعي اللي انا بشوفه، بالايقاع بالبلاي ميكر. ما اعرفش يمكن وليد سليمان من ساعه ما خرج حاسس حاله دربكه حاصله في الفرقه، تحركات مش يعني، حتى حاله التحرر اللي كنا بنتكلم عليها من كل لعيب بيقدر يعمل الامكانيات بتاعته الفرديه، يقدر يغير شكل المباراه، يقدر اعدي من واحد واعدي من خط. انا شايف ان ديانج حتى الوحيد اللي كان بيحاول بيصوب من بدري، نص ملعبك هو اللي كان بيحاول ان هو ينهي المباراه من اول هاف تايم، انما اليوم كله حاسس انا حتى التغييرات بالنسبه لي انا مش فارق مين معايا بيخش ومين معايا بيطلع، غير ان هو عايز ينزل شكل هجومي اكبر عدد من اللاعبين اللي قاعدين بره. الاول بواليا، بعد كده بشريف، وبعد كده بطاهر، ويعني بقى عناصر اللي هي نازله. وبعدين عمرو السوليه النهارده في ماتش زي ده برضو انا ده تغيير بالنسبه لي، في ريمارك عليه او في كوستش مارك على حاجه زي كده. يعني حاجات كلها كده على بعض مش عايزه توصلنا ان احنا نكسب. مش عارفين اليوم يعدي مننا بالثلاث نقاط. حظ كبير جدا لفرقه البنك الاهلي، لو تهيأ البعض له ان البنك الاهلي النهارده قدم مباراه جيده دفاعيا او هجوميا، هو كان غير موجود الحقيقه. هو بيطفش كور وبيحاول يمسك كوره ويعملها اوفر الناحيه الثانيه، بيطلع النادي الاهلي ناحيه بره خط ال 18 بتاعه. فانا ما شفتش غير اثاره كبيره جدا في اخر ثلث ساعه من النادي الاهلي ومحاوله احراز هدف. ولكن اعتقد ان النهارده اليوم كله لازم يدرس جيد جدا، لان في اسباب تخليني اوصل ان انا اتعادل مباراه زي دي يعني. بمناسبه الاسباب يا كابتن علاء، برغم السيطره والاستحواذ وعدم طموح الفريق الاخر اللي هو البنك الاهلي، غير ان هو يعني نقطه يعني ابوس ايدي ووش وظهر، وده اللي لعب عليهم. ما شفناش حتى يعني مش طمع، ما شفناش النيه ان انت حتى عايز تهدد مرمى النادي الاهلي، ولكن انت ما قدرتش تترجم كل ده لاهداف وبالتالي المكسب. النيه والهدف وكل الكلام ده اتكلمنا فيه قبل المباراه، قلنا اكتر حاجه بيطمع فيها محمد يوسف وفريق البنك الاهلي نقطه النهارده. ولا يهمه الشكل، ولا يهمه الاداء، ولا يهمه فرقته تلعب ازاي، ولا تهديد ولا حاجه خالص. هو عارف ان في فعلا امكانيات كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه البنك الاهلي. لكن الحاجه اللي تؤخذ عليك يا ايمن، ان في جرس انذار كده جالك من حوالي 4-5 ماتشات، انك دايما الشوط الاول بتطلع 0-0 والشوط الثاني يبقى عليك ضغط وبتقدر تكسب بقى 3-4 زي ما يكون. مباراه قليله جدا حسمتها من بدري. النهارده كنت ممكن تكسب، انك ضيعت فرص، كنت ممكن في فرص محققه يعني ممكن تجيب اهداف النهارده، لكن ما ينفعش انك كل مباراه تضيع شوط كامل من غير اهداف بغض النظر انت بتلعب مين. فريق واضح وصريح، انا النهارده عايز اطلع متعادل، وبجد كل التحيه لك محمد يوسف والبنك الاهلي، اخذ اللي هو عايزه مباراه النهارده.
ماليش دعوه الظروف ايه، لكن هو النهارده نجح. انت قصدك ان البدايه ممكن تكون كانت غلط من مستر موسيماني؟ مش حتى لو بدات بوليد وحصل تغيير، انت النادي الاهلي يعني، مش انت مش محتاج تلعب وليد او بوالي او شريف، ما كل دي نجوم وطريقتك واحده ولعبك واحد، لكن انت النهارده عملت اخطاء كتير جدا هنتكلم فيها في خلال الاستوديو. بس انا بتكلم على الشكل العام للمباراه، الشكل العام للمباراه فريق واضح يا ايمن من اول دقيقه ان هو انا النهارده مش عايز اكتر من نقطه بس. انت بتلعب على 3 نقاط، انت ضيعت شوط كامل مفيش فعاليه، الشوط وحش يعني، شوط مش قوي، فرص قليله جدا، طريقه لعبك مش طريقه لعب النادي الاهلي، اخطاء كتير جدا النهارده، ممكن يكون الظروف فيها شويه ظروف مطر وهواء وكده انا موافق، بس بنسبه قليله جدا. لكن لازم الاول تقول البنك الاهلي اخذ اللي هو عايز مباراه النهارده، محمد يوسف عارف هو طريقه لعب النادي الاهلي وعارف ممكن يقفل ازاي النهارده، وكل مدربين الدوري عارفين كده. بس دايما اللي بيفرق معاك ايمن مش المنافس اكتر من انت اللي بتنفذ، انت شكلك اللي هو بيتفوق دايما. النهارده ما قدرتش تتفوق، سيبك فرص ضاعت، خليها على جنب، ومش فرص كتير. المشكله انك انت بعد ربع ساعه من الشوط الثاني دخلت في حاجه مش حلوه، توتر. انك بتدور على هدف وبسرعه والظروف مش سامحه، وفي توتر كتير قوي، في اخطاء كتير جدا النهارده. كمان لازم نتكلم ونعترف مفيش نجم مباراه النهارده، انت كل فرقتك مش في الفورمه بتاعتها النهارده، كل فرقتك مش مستواها خالص يعني، حتى اللي كان ممكن يبقى في مستواه النهارده اقول بيحاول وشكله مش وحش ديانج وخرج، لكن انت مش عامل الضغطه اللي هي تحسسك ايما انت في اي لحظه هتجيب جول. في مباراه كتير قوي بتلعبها بيبقى نفس الكلام، فرقه مقفله وعامله دفاع كويس قوي، بس انت متاكد ان لو اللعبه دي لو ما جاتش جول لا الثانيه، لانك انت عامل ضغط هجوم كويس قوي، وفرصه واثنين وثلاثه وكوره واثنين وثلاثه، اخطائك قليله جدا. وانت بتقيس يا ايمن انت اخطائك قد ايه في المباراه، اخطاء تمرير، اخطاء تمركزك نفسه. النهارده لا، النهارده انتشارك كمان الهجومي مش حلو، مش واخد عرض الملعب كويس، حتى الكره عرضيه النهارده مش كتير، معلول النهارده من اقل مباريات علي معلول النهارده، لكن هو ده ماتش النهارده، جرس انذار بدري قوي، ولازم بعد كده انت تعرف ان كل الفرق هتلعب بالتكتل ده. يحسب النهارده لازم نتكلم على البنك الاهلي، معلش يحسب لهم ان هم بدنيا مش وحشين، ان دايما كابتن شريف بيتكلم انك انت بتستنزف الفريق المنافس في اول شوط. ايوه. انما النهارده لحد اخر دقيقه لا، البنك الاهلي بيلعب بدني كويس وهو اتفضل. بس عايز اقول لك حاجه، هو بيلعب في حدود امكانياته في نص ملعبه، بس ما فتحش الجيم، هو مش هيفتح الجيم، ما عملش حاجه مش زياده عن ايمن لوجيك. ايمن كده لوجيك يا ايمن كده، او بالعقل عمره ما يفتح الجيم مع النادي الاهلي، هو بيلعب على قد امكانياته هو، لكن هم جريوا كتير دفاعيا، لكن هو مش هي... هو ما هو يعني هو مش هيفتح الجيم مع النادي الاهلي، هيفتح الجيم مع النادي هيتغلب 1 و2 و3 و4 وتبقى نتيجه عاليه، لكن هو قدر يستثمر لعبته كلها وكل واحد اخذ منه اللي هو عايزه في الحته الدفاعيه الصح. هو زي ما انت بتقول تقريبا ما راحش نص النادي الاهلي بجري، لا لا لا، هو موفر الجري كله والتركيز والزحمه كلها في نص ملعبه هو. على عشان هو عارف ان النادي الاهلي في حته التلت الاخير الهجومي ده بيعرف يتعامل كويس قوي. فهو على فكره ذكاء الواحد، لازم نتكلم على المدير الفني بتاعك، تتكلم على المنافس، على فكره مش عيب. لا مش هو عيب. عرف يستثمر اللعيبه اللي احنا اتكلمنا كلها فيها قبل الاستوديو، عرف يوظفهم كويس قوي في حدود امكانيتهم بدنيا، عرف ياخد منهم بدني حته دفاعيه بس. أيوه. ان هو لو حد حب ايمن يعمل بدني دفاعي ومثلا يعمل هجمه مرتده وكده. أيوه. لا. أيوه. مش هيقدر. أيوه. هيحصل زي ما بيحصل في كل الفرق. أيوه. ان هو يجي مثلا نص الشوط الثاني يقع منك بدني، لكن أيوه. هو عرف ان هو ساب احمد لوحده، احمد علي، وبدا يقفل في نص الملعب. أيوه. انت ساعدته بكده. أيوه. هي المباراه النهارده كلها على بعضها، هو حاول ونجح دفاعيا، انت بقى كمان ساعدته، بس لما نتكلم بالتفصيل في حته ساعدته ازاي. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، طبعا لما بنتكلم على بننتقد اداء مش معناها ان احنا يعني شايفين بعض الاخطاء حصلت، ولكن احنا بننتقد علشان نوصل لاحسن حاله لفريق النادي الاهلي. هو تعادل بالنسبه لنا بطعم الخساره، تعادل بالنسبه للبنك الاهلي بطعم المكسب. ايه اسباب التعادل من وجهه نظرك؟
بداية طبعا البنك الأهلي خد اللي هو عايزه من المباراة، نقطة مهمة من النادي الأهلي. لعبوا على حاجة واحدة زي ما الكباتن قالوا، دفاع مستميت من أول المباراة لآخرها، يعني من المباريات اللي قليل جدا اللي الفرق اللي هي لعبت قدام النادي الأهلي تركيزها كله 99% على الدفاع، ان حتى الهجمات المرتده بتاعتهم ما كملتش، يمكن باستثناء واحده او حاجه لاحمد علي الشوط الاولاني حطها جنب العارضه، وواحده لاحمد ياسر في الدقيقه 96 مجدي قفشه قطعها منه كويس. غير كده هم مركزين جدا في الدفاع، وتملي الدفاع اللي بيحاول يكسب ويخلخل الدفاع هو اللي بيعمل مجهود اكبر، فهم عشان كده احتفظوا بالنواحي البدنيه عندهم باينه ان هي كويسه. حتى التغييرات بتاعته جت من الدقيقة 70، يعني أول تغيير وغير الخمس تغييرات بس، يعني دليل إن الناس اللي كانت موجودة كانت قادرة تأديله اللي هو عايزه. كابتن يوسف من الدقيقة 70 ابتدى يغير، في آخر 20 دقيقة غير التغييرات الخمسة اللي هو غيرهم عشان يدي دفعة شوية للاعبته يعني. فهم خدوا اللي هم عايزينه. هو المشكلة كانت في النادي الأهلي في حاجة حصلت الشوط الأولاني استمروا عليها الشوط الثاني، وهو الاستعجال والسربعة في إنهاء الهجمة أو في اللمسة اللي قبل الأخيرة. يعني مباريات من المباريات القليلة للنادي الأهلي التمرير فيها شوية في الحاجات اللي هي البينية أو الحاجات اللي هي فيها خطورة أنها تتلعب جوة 18 ما فيهاش دقة شوية. يعني حتى أميز واحد بنقول عليه تملي بيطلع من نجوم المباراة أو نجم المباراة علي معلول، النهاردة الدقة في التمريرات عنده كانت كتيرة بتتقطع منه في نص الملعب أو على حدود ال 18. فكان في يعني اللعيبة من حيث الإصرار والروح كانوا بيحاولوا من على فكرة من أول اللقاء، بس باستعجال باستعجال باستعجال. وطبعا لما الوقت كمان مر، وده طبيعي إن الشوط الأولاني مر 0-0 ثم 10 دقايق ثم تلت ساعة، الاستعجال بقى أكتر. يعني أنت في حوالي 3 4 فرص، مش هنقول اللي هم الفرص 100% واضحة باستثناء كورتين لبواليا، واحدة فيهم من عرضية كورنر طلع براسه في الستة ياردة وحطها في الأرض، المفروض يحطها في المرمى على طول كان في الستة ياردة. الإنهاء فيها في استعجال وصربعة، حتى في كوره لبواليا مثلا على 18 ردت له بيشوط باستعجال قوي، يعني ما حتى ما كانش في حد قدامه كان ممكن يسندها مثلا ويحطها كويس في المرمى، او حتى لو خدها على الطاير بس يحط فيها تركيز شويه، بس تحس انه في استعجال. ده بس ساعات الاصرار والروح اللي انت بتتكلم عنهم بيغطوا على بعض الاخطاء في الملعب. ما هو انت الواضح قدامنا كلنا كمحللين او جماهير، النادي الاهلي في نص ملعب على طول البنك الاهلي، يعني في كثافه في الجناب وفي كثافه في ال 18، ولكن يعني الهجمه ما بتنتهيش بشكل في اتقان. يعني في كوره لمحمد طاهر اعتقد في دي حاجه و80 في اخر مباراه اللي عدى على ناحيه اليمين، ناحيه اليمين لو ركز شويه حطها لحد كويس، بس برضو الاستعجال عملها في رجل لعيبه هنا وعدى كويس يا اسامه، عدى كويس جدا اللي بيقول عليها ناحيه الخط ودخل جوه ال 18. دخل جوه ال 18 حتى الولد وقف على اساس انه ما يعملش معاه ضربه جزاء. مظبوط. برضو التصرف اللي هو قبل الاخير ده انه يحط الواحد يجيبها جونسه كان فيه استعجال وصربعه. تاني حاجه التغييرات، انا شايف ان اتاخرت شويه، يعني احنا قلنا بين الشوطين مش هيغير لانه بواليا يعتبر نزل كتغييره، يعني نزل في الدقيقه 30 مكان وليد سليمان فده تغيير، فقلنا مستر موسيماني مش هيبتدي على طول الشوط الثاني بتغييرات، هيتاخر شويه، بس اتاخر قوي. يعني محمد شريف كان ممكن ينزل بدري عن كده، محمد طاهر كان ممكن، كهربا مش موافق كان ممكن ينزل قبل كده. فالتغييرات اتاخرت شويه. الحاجة الثانية كان في علامة استفهام من وجهة نظري على تغيير ديانج. ديانج كان أفضل لاعب في فرقة النادي الأهلي وعامل جهد كبير قوي في نص الملعب، سدد أكتر من كرة خطيرة على المرمى. أنا ما كنتش حاسس إنه تعبان، بس طبعًا هي رؤية للمستر موسيماني وطبعًا نحترمها يعني وجهة نظره، لكن واضح إن السولية لسه
ما كانش، انا قلت لك النتائج بتفرق في التغييرات، يعني النتيجه لو هي مثلا 1-0 للنادي الاهلي او 2 ممكن جدا السولية وهو راجع من الفتره الطويله دي قوي انه هينزل يضيف جامد، لكن ديانج كان عامل حاله كويسه قوي في نص الملعب، نزل السولية لسه تحس انه لسه بعيد، خاصه الماتش كان متكهرب او ديفندر بيلعب ديفندر، ايوه والماتش كان متكهرب يعني ما كانش مريح يعني، خاصه ان هو قعد فتره 3 ماتشات تقريبا كان بعيد، فهو يوم مش مفهوش، وكمان عدم توفيق لان في كور كانت ممكن تلطش مزبوط. يعني مزبوط. يعني في كور كانت ممكن تخش، انت دخلت جوه ال 6 و18 كتير جدا، فانا شايف ان الاستعجال وشويه تاخير في التغييرات في حاجات معينه وعدم التوفيق طبعا برضو كان ليه عامل، لانه زي ما قلت لك كان في فرص ممكن تيجي اهداف يعني. كابتن عادل، بالرغم ان احنا يمكن كان لينا رؤيه قبل المباراه وقارين فكر محمد يوسف وقلنا ممكن النهارده ما يكونش ليه تواجد هجومي بالمعنى المفهوم ان هو بيطمع في المباراه، و قلنا ان احنا اللي قلنا ان النادي الاهلي النهارده قادر انه يكسب، الا انك انت قلت ان الماتش صعب وقلت لي بره الفاصل يعني لو كسبنا هنكسب بصعوبه. هقول لك يا كابتن، احنا بدايه لازم نقول ان الهدف الاولاني اللي النادي الاهلي بيجيبه بيخلي المدرب الاخر يعمل البلان الثاني ليه، فبيشتغل مع النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيكسب 1 و2 و3 و4. بس ممكن الهدف يتاخر. لا يا كابتن، مش كل مره هيتاخر الهدف ويجي، دي حقيقه. يعني احنا الشوط الاولاني في بدر بنون في كورتين بدماغه حطهم جنب العارضه، لو كان واحده جت فيهم كان فرقه البنك هتشتغل بنوع تاني، انت هتشتغل عليها هتجيب جون وهتجيب 2 و3. بس ده توفيق وعدم توفيق لا يعلم الكابتن اسامه. كابتن انا موافقك، لكن انا بكلم النهارده، خلينا نتكلم النهارده على اول حاجه حصلت، موضوع ميش. وليد ميش. يعني موضوع وليد لما حصل النهارده حصل شيء من الشك شويه في المكسب. ليه؟ لانك انت لما تيجي عندك موجه اخرى هايله زي وليد، وبعدين بدات بيه وبعدين اتعور، فدي طب مشكله. ده ياثر نفسيا على الفرقه؟ طبعا ياثر كتير. وليد من اكتر اللاعبين جاهزيه لانه يغير لك نتيجه المباراه، اسكان يجيب جون او يحول لك الفرقه من ناحيه دفاعيه او من ناحيه هجوميه ايجابيه. وليد بيخلي الفرقه اللي قدامه اولا في انكماش غير عادي، بيتمسك بواحد، مش هقول لك اتنين يعني، لكن بقول لك بيتمسك بواحد، واحد بيبقى سبورت وراه فبيفضي الحته ال 18. انا بكلمك على وليد لما بينزل. لما بينزل، ما انا بكلمك لما بينزل. ايوه. لكن وليد في البدايه اول حاجه حصلت، خلينا نتكلم بمنطقيه، التغيير الاولاني في البدايه ان وليد بدا المباراه، ما كانش يجب ان وليد يبدا المباراه، دي واحد. اتنين، الهدف اتاخر الشوط الاولاني. مش كل مره، واتكلمنا كتير، مش كل مره هنضيع 45 دقيقه علينا وبعدين نبحث على ال 45 الثانيه للمكسب. علشان كده بقول لك اول حاجه انا مش بلوم موسيماني بس، انا بلوم كمان الاهداف اللي بتضيع الكتيره قوي اللي بتحصل من عندنا. يعني احنا عندنا اولا 45 دقيقه بتضيع منك، منها 4-5 فرص لازم يبقوا اهداف، لو الخمس فرص دول جم اهداف ادي ممكن تقدر تجيب هنا اهداف وتنزل الشوط الثاني هتجيب اهداف اكتر. الحاجه بقى المهمه اللي حصلت في الشوط الثاني اللي الكباتن اتكلموا عليها، الاستعجال وعدم تنظيم جوه الملعب من اللاعبين نفسهم. بقينا في وقت من الاوقات اللعيبه كلها بتتحرك في مكان واحد، فاستعجال يعني النهارده الفرص بتاعت بواليا اللي جت بدماغه اللي جت جنب العارضه برضو دي، يعني دي لو كانت دخلت جون كنت يعني اقدر اقول لك في بدلك. وفي حاجه تانية مهمه قوي، يعني انا من وجهه نظري انا لامتى هيفضلوا يجيبوا لنا حكام يتعلموا فينا؟ يعني انا مش عارف، يعني النادي الاهلي لما يجي يلعب مباراه لازم يجيبوا حكم كبير.
لازم يجيبوا حكم متمرس، لازم يجيبوا حكم عنده فكر شويه. الحكم النهارده عمل شويه حاجات بلغه الكره تكتف النادي الاهلي. سيبك من الهدف اللي اتلغى، انا ما اعرفوش، يمكن الهدف اللي اتلغى هنشوفه مع الكابتن ناصر، ده مش بتاعتنا يعني، هو اللي هيشوفه هيقول لنا. لكن انا بقول لك الكابتن ناصر كمان الفار يعني كمان الفار غير الحكم. انا عاوز بس اللي اقول عليه، اقول ايه يا كابتن، حاجه مهمه اقول لك. في حاجات جوه الملعب بتحصل، تثبيت اللعيبه، الصفاره كتير زياده عن اللزوم، الحاجات اللي ما بيبقاش فيها خبره من الحكم. النادي الاهلي فرقه كبيره وبيلعب، وماتشاته بتبقى فرقه كبيره، وماتشاته بتبقى مباريات كبيره. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل، طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا، ومش عايزين احنا انا مش بتكلم على التحكيم يا كابتن، سماعه التحكيم مش بتكلم يعني. بص يا كابتن انا مش بتكلم يعني ممكن يكون الهدف فعلا فاول على يا كابتن، انا مش بتكلم على الهدف انا بكلمك على نقطه تانية. خد بالك منها لما تيجي تكتف الفرقه اللي قدامك، مش بتكتفها بالهدف بتكتفها بانك يعني في اكتر من فاول للنادي الاهلي يلعبوا حسبوا ضده. اللمسه كانت بتتحسب على النادي الاهلي، عارف دي بتعمل ايه؟ بتضيع لك اكتر من 5 دقايق. تحزيمه اسمها تحزيمه، بيحزم لك الفرقه، مش لازم ان انا الغي الهدف بتاع التحكيم. انا بكلمك في نقطه مهمه للغايه، بكلمك ان النادي الاهلي لما يجي يلعب اكتر من مباراه النادي الاهلي بيتحكم له، لا حكام لسه خبراتها قليله. النادي الاهلي نادي ولما بيجي يلعب مباراه، المباراه بتاخد شكل اعلامي كبير. مزبوط. فلازم الناس تخلي بالها الاخطاء اسكان للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي. في الخطأين الحكم اللي بيعمله بيتكلموا عليه يعني قصدك ان لازم الحكم لازم يكون على مستوى الحدث طبعا. اما هتجيب للنادي الاهلي اما لما تجيبش للنادي الاهلي حكم كبير، هتجيبه لاني مباراه مع احترامي للفرق يعني. علشان كده انا عاوز اقول لك ايه، الحكم النهارده انا مش بحمل التعادل للحكم، لا انا بكلمك على حكم ما عندوش خبره. حكم مش يعني مجنني، في كور كتير قوي النادي الاهلي بيلعب وبيشغال حتى يصفرها للنادي الاهلي وهي شغاله معاه. في كور تانية بتبقى فاول للنادي الاهلي او زقه خفيفه او مش بتكلم زقه يعني، بتكلم على ايه، احتكاك عادي، احتكاك يعني عادي، ابص الاقيه يوقف اللعب ويشتغل الناحيه التانية. ده ما مش بقول ان ده السبب الرئيسي للتعادل بتاع السبب للتعادل، الملعب كمان ضيق جدا، مش واخدين عليه اللعيبه، الهواء النهارده والمطره، في احوال كتير قوي، الباد لك في احراز الاهداف، واللعيبه ما كانتش على المستوى النهارده. بالزبط. لازم نتكلم نقول لعيبتنا النهارده زي ما بنقول عليهم بيأدوا اداء كويس ومتميز في مباريات، لا النهارده ادائهم ما كانش جيد. كان في حته تضييع الاهداف، ودي لازم نتكلم فيها يا مستر موسيماني. لازم اللعيبه تعرف نقطه مهمه، ان الهدف اللي بيجي لهم بيفتح الجيم والجيم بيتفتح. غير كده احنا قلنا قبل كده ان ممكن من نص فرصه تكسب جيم، تكسب بطوله. كابتن فرصه تجيلك في المباراه. كابتن اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتعمل زون ديفنس. ما عندهمش البلان التاني اللي احنا انا دايما بتكلم عليه. ولو عنده هيبقى في مساحات اللي انت محتاجه كنادي اهلي. علشان كده بقول اللعيبه لازم تهتم بالجون الاولاني، لازم تهتم بالفرص، الفرصه غاليه. بالذات الفرصه الاولانيه والثانيه. ولكن ممكن تضيع الرابعه والخامسه والسادسه تضيعها، بس انت تجيب الاولى والثانيه والثالثه علشان تفتح الجيم، لانه قدرك انك انت طول الوقت الفرقه اللي بتبقى ماشيه وحش اصلا هتلاقيها مكسره الدنيا قدامك، لانك انت مباراه السيزون بالنسبه لاي لاعب كوره وليس النادي بس. انا لعيب البنك الاهلي النهارده عاوز اعرض نفسي، هعرض نفسي قدام مين؟ هعرض نفسي قدام انهي فرقه؟ بعرض نفسي قدام النادي الاهلي. المباراه اي انا كمدرب هعرض نفسي قدام مين؟ هعرض نفسي قدام النادي الاهلي. علشان كده يا كابتن انا بقول ان اولا التحكيم لازم يبقى ليه وقفه، لانه اكتر من مباراه الفار كمان اكتر من مباراه. انا مش عارف الناحيه التحكيميه، لكن انا بتكلم تحكيم كل الحكام اللي بتيجي للنادي الاهلي حكام ذو خبرات ضعيفه جدا، ومش عارف مقصوده ولا مش مقصوده. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي.
كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه صعبه في اجواء صعبه، ظروف طقس وامطار غزيره على الملعب، وبعض يعني علامات الاستفهام على التحكيم النهارده، تعقيبك ايه على المباراه النهارده؟ يعني طبعا الحمد لله على كل شيء، طبعا مباراه كانت مهمه جدا ان احنا ناخد فيها 3 نقاط، لكن هي الكوره كده يعني. الحمد لله على كل شيء، انا مش هتكلم كتير على اي حاجه لان في حاجات بتبقى الصراحه يعني مش عايز انا اتكلم فيها، لان واضح ان اي حد بيتكلم في المنظومه يعني ممكن يبقى هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه له يعني. لكن اللي انا عايز اقوله بس محتاج ان انا مش استفسار يعني، اعتبره طلب من النادي الاهلي، اعتبره طلب من النادي الاهلي وجهاز الكره في النادي الاهلي، ان يعني انا النادي الاهلي اوكي، واخد البطوله 42 مره، واخد بطوله افريقيه الاخيره، يعني المفروض اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي واكبر شعبيه موجوده في افريقيا وشعبيه ممتده للعالميه، من يعني بس مش بسال، بلعب 7 مباريات، كم حكم دولي جالي في 7 مباريات؟ كم حكم دولي في 7 مباريات للنادي اللي بيحمل الارقام دي كلها؟ بس هو سؤال محتاج كابتن وجيه احمد شخصيا يرد عليه، مش اي حد تاني. هو مش ناقد يا كابتن وجيه بس عشان العمليه ما تبقاش فيها غرامات وفيها حاجات تانيه بتروح في سكه تانيه. انا بقول لحضرتك احنا واخدين 42 دولي، لو انت يعني احنا النادي الاهلي، اسمنا النادي الاهلي، اكبر شعبيه موجوده في مصر، اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي، اكبر شعبيه موجوده في افريقيا، اكبر شعبيه موجوده في الشرق الاوسط كله. بالبطولات دي كلها، بالامكانيات دي كلها، بالتاريخ ده كله، كم حكم دولي في 7 مباريات جالي؟ كم حكم دولي؟ كم حكم دولي؟ سؤال بريء جدا، بسيط جدا، سلس جدا، كم حكم دولي حكم للنادي الاهلي في 7 مباريات؟ المفروض يعني في العالم كله على فكره، مش تقاليد يعني مصريه عربيه بننفرد بيها يعني، برشلونه وريال مدريد ومانشستر وليفربول والانديه دي كلها لما بيلعبوا في الدوري بتاعهم معظم الحكام بتبقى هي صاحبه الشاره الدوليه. انا بسال لحضرتك كم حكم دولي في مباراه المقصة جالي كابتن ابراهيم نور الدين دولي، في مباراة المحلة جالي كابتن طارق مجدي مش دولي، في مباراة الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشة. يعني بغض النظر احنا يعني بغض النظر على الموضوع ما بين كابتن ابراهيم وكابتن جهاد، لكن في النهاية انا بتكلم على الحكام الدوليين. في مباراة الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشة، في مباراة وادي دجلة جالي كابتن احمد الغندور، في مباراة سيراميكا جالي كابتن محمد يوسف، في مباراة الإنتاج الحربي جالي كابتن مين اللي كان بيحكم لي كابتن في مباراة الإنتاج الحربي؟ كابتن محمد عادل. النهارده بيجي لي كابتن محمد سلامة ميدو. أنا بسأل سؤال ومحتاج حد يرد عليا، يعني أسوة بقى أو مقارنة يعني كام حكام دولية بتشارك؟ يعني أنا كابتن محمد عادل، كابتن محمد عادل مش نقد على فكره، احنا بنتكلم براحه وببساطه وبنضحك يعني مفيش مشكله، بغض النظر عن الكره جت جول ولا مش جول ولا هي حاجه ولا فيها اي حاجه، انا وجهه نظري الشخصيه، انا مش حكم. حد يطلع يقول لي الراجل بهاء مجدي ما عملش اصلا يعني ما حاولش الارتقاء اصلا، ده بهاء مجدي ما ارتقاش اصلا يعني رجليه ما طلعتش على الارض، عشان لو اي حد يطلع يقول لنا احنا مش حكام، يعني احنا مش حكام خالص، بس يعني محتاجين 5 ده كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول عليها انها جول، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول انها جول، واحد ما ارتقاش اصلا، ما ارتقاش، ما طلعش من على الارض، المطلوب ان انا ايه؟ والكره في مستوى كده يعني في المستوى ده تمام، وانا ما ارتقتش من على الارض، واحد من ورا المفروض هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ سند ولا ما سندش؟ ولو الامر بالنسبه لنا برضو كوره نفس الكلام، انا بستشهد بس مش اكتر، نفس الكلام، جول نادي الزمالك هو صح على فكره مش غلط في الرجاء، هو نفس الجول، ممكن يبقى ده احسن كمان في هناك في المغرب لو تفتكر بتاع اشرف بن شرقي، جول صحيح 100%، نفس الكلام. السنه اللي فاتت في كوره في نفس الملعب ده، في نفس الملعب ده في اخر ثانيه برضو كانت ما بين تقريبا الحرس والزمالك، والونش طلع وهو اللي لعب الكوره، وقالوا طالما لعب الكوره يبقى ما فيهاش اي حاجه خالص لان هي في مستوى، واللاعب ما لعبش اصلا، ما طلعش اصلا من على الارض خالص. طب دي فيها ايه يعني؟ دي فيها ايه؟
انا كنت بتكلم على كابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل اخر مباراه حكمها لنا وحكم كويس جدا على فكره جدا. اخر مباراه كانت حكمها لنا كان يوم 11/3 يا راجل، 11 مارس السنه اللي فاتت، 11 مارس جالنا السنه. اه والله ما حكمناش تاني وهو راجل كويس جدا على فكره. انا مش بنتقد حد خالص، بس عشان ما حدش هيوديني لجنه الانضباط ما بقولش حاجه. انا بقول لك كم حكم دولي حكم لنا، وبسال حكم لنا في الفتره اللي فاتت، وبسال بالراحه هل دي فيها حاجه يعني بعد ما استعين بالفار ولا حاجه. وواحد هيقول لك اصل هو ساند، تمام. انا استشهدت بحاجتين، وحكامنا كابتن احمد الشناوي كابتننا الكبير وكابتن جمال الغندور وكابتن عصام عبد الفتاح قالوا على الهدف بتاع الزمالك في الرجاء صحيح، وانا بقول ان هو صحيح برضو لان ما فيش حاجه. واحد ما ارتقاش اصلا، ما طلعش ما طلع. سيبك ظهر الكره، مش ظهر الكره، ما خلاص ما انا في مستوايا انا وانت بنلعب اوكي، انا سابقك، الكره عاليه في متناولي ومتناولك. انت ما طلعتش اصلا من على الارض، انت ما طلعتش من الارض. لازم طبيعي واحد هيعلى كده، فاللي هيعلى كده عشان يلعب بدماغه يعمل كده. ده وضع تشريحي بحت، زي بتقول في ضربه الجزاء، ضربه الجزاء واحد عمل ايده كده وواحد عمل ايده كده، ده وضع تشريحي بحت، يعني ايديك طالعه من جسمك. انا شاك، انا اشوف ان هي جول صحيح ما فيهاش حاجه خالص، وهتجيب الصوره اصل هو ساند كده. انا بدي لك المثالين، واللي هيطلع يقول الكلام ده النهارده يا ريت الناس تجيب له بس هو قال ايه في الهدف بتاع بن شرقي، لان هو صحيح انا بقول لك ان هو هدف صحيح طبعا، بس عشان ما يبقاش حد بيقول ان انا بقول لا ده هو هدف صحيح 100%. لكن اي حد هيقول لي على هدف النهارده اصل بص مش عارف ايه، هات الكره اللي هناك. واحد ما ارتقاش من على الارض وواحد طلع جاب جول. الحاجه الثانيه ما اعرفش هل في ضربه جزاء ولا، انا اشوفها انها ضربه جزاء من وانا على الدكه يعني. لكن في النهايه يعني مباراه، طبعا مباراه كانت في المتناول جدا، مباراه ممكن نكون احنا يعني اثرنا فيها جدا لان هي كانت مباراه يعني في المتناول زي ما قلت. لكن هي دي الكوره، كل يوم بتدي لك عبر ودروس يعني. تعقيبا على كلامك يا كابتن سيد، يعني هي معادله غريبه شويه، بنشوف حكام الدوريين حاجه بتطالب بيهم موجودين في الدوري الممتاز به، يعني انا لوغاريتم غريب شويه. انا بتفرج على، مع احترامي الكامل والله، مع احترامي الكامل طبعا، بس انا بتفرج على الزرقاء والترسانه ليه كابتن جهاد جريشه، كنت بتفرج على مباراه فيها بلديه تقريبا وحد ليه كابتن محمود عاشور، كنت بتفرج على مباراه ما بين حد تربي مش فاكر الامين حاجه كده، ولقيت كابتن محمود البنا يعني. فبتفرج على الدرجه الثانيه، بتفرج على حاجات في الدرجه الثانيه. انا بقول لك النادي الاهلي انا حكم لي خمس حكام بحترمهم جدا، بحترمهم عشان بس ما حدش يوديني في حته تانية، اصل يعني الناس بتوديك في حته تانية. لكن انا بسال كابتن وجيه مباشره وش في وش، بساله انا النادي الاهلي ال 42 دولي وبطل افريقيا 9 مرات ورايح كاس العالم الانديه بروح 6 مرات، وعرفش كم حكم دولي بيجي لي في 7 مرات، مش حضرتك اللي بتعين الحكام، تمام. بغض النظر عن الكفاءه، لكن انا بتكلم على القيمه بتاعه النادي وهو بيلعب، تستاهل ان هو يروح لحكام دوليا ولا لا؟ طب لو حصلت مره في السبع اسابيع يجيب لي 2 بس، 2 من 7، 2 من اصل 7، كان يعني سؤال بس، هو من غير نقد يا كابتن وجيه، ومن غير نقد انا بسال حضرتك مباشر، مش بقول حد ولا بقول حاجه، انا بسال حضرتك مباشر كم حكم دولي؟ اطلع قول لي لا يا سيد، انت جالك السبع حكام دوليين تمام، اسوه مثلا بحد بينافسني مثلا او الناس بتنافسك مثلا، جالهم كذا وكذا 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 وكذا، كلهم دوليين، كل الماتشات كلها دل على الفار دوليين، اللي على الفار دوليين. بغض النظر انا مش بنتقد تمام، ولا بهاجم، انا بسال الاسئله لرئيس لجنه الحكام المباشر تمام، يعني انا كم حكم جال لي دولي في السبعه دول بس. كابتن سيد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد استفسارات كتير بيطلبها الكابتن سيد عبد الحفيظ من مسؤولي الكابتن وجيه احمد ولجنه التحكيم المصري، يعني بشان اختيار الحكام اللي قاموا بتحكيم مباراه الاهلي الفتره الاخيره. ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه لقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. يمكن اتكلمنا على موضوع التحكيم ده من حلقتين، يمكن فعل بعض الشيء، وكنت بتكلم على حته اختيار الحكام للنادي الاهلي، وان احنا احيانا بنجيب حكام، واتكلمنا في الموضوع دوت ان الحكم المغمور اللي عايز يشتهر ويجيبوه لمباراه النادي الاهلي عايز يشتهر على حساب النادي الاهلي، فيروح جاي واقف ضد النادي الاهلي يقول لك بص ده عمل ايه في ماتش النادي الاهلي، ده عمل يعني. الناس اللي بتيجي دي، كابتن سيد عبد الحفيظ قال نقطه، من سبع مباريات جالنا 2 حكام دوليين بس،
قال نقطة إن في بعض المباريات في دوري الدرجة الثانية، في دوري الدرجة الثانية بيعينوا فيها حكام دوليين، والنادي الأهلي بيجي له حكام دون المستوى أو حكام مغمورين. كابتن شريف تعليق على كلام الكابتن. بس يا عادل كان عايز يكمل حتة في إيه؟ اللي كان بيكملها في الحكام بتاع التحكيم. اللي هي احنا قلنا انت راجل لو رايح تقابل واحد كويس بتلبس له بدله كويسه، ده النادي الاهلي اللي بيلعب المباراه. انت الناس كام واحد بيتفرج علينا بره؟ انت بتهد تحكيمك المنظومه التحكيميه بتاعتك على ان الدول الخليج والدول العربيه لما النادي الاهلي بيلعب والمباراه بتبقى مذاعه بيتفرجوا عليك يا اخي، فلازم تحط حكام كويسين. انت لما بتحط حكام كويسين بيتعاد عليك انت، علشان كده انا بقول لك ليه بتحط حكام قليله؟ ملهاش الا تفسير واحد، انه لما يخطئ يتقال عليه ما عندوش خبره ويبقى كبش فدا يعني. فانت بتضيع الحكام مش بتكبرهم. ده اللي كنت عايز اقوله. بس اتفضل كابتن. فيش انا هاخد من كلام سيد عبد الحفيظ بالنسبه لانك انت صاحب فعلا 42 بطوله، فالناس عايزه تاخد منك باي شكل، وانت ما بتخسرش الا بفعل فاعل. انا اللي بشوفه كده الحقيقه، انك تملك احسن لاعبين موجودين في مصر، احسن اجهزه فنيه واداريه ومؤسسه كبيره دي بتبحث عن بطولات على طول، انك انت تتعامل معاهم بهذا الشكل هو ده الحل الوحيد اللي بيتخيلوه. هو لازم يكون في حائط صد بقى. مش معقوله الفرقه دي بتاخد كل البطولات دي، مش معقوله الفرقه دي هي المكتسحه كل حاجه. في ناس بتبحث لنفسها عن وجود. طيب واحنا هنقدر نعمله؟ خلاص النادي الاهلي بيكسب وكلام ده، يحط حكم زي ده ذو خبره قليله جدا. حكم زي ما احنا اتفقنا كده بيحزمنا في المباراه واحنا بنلعب، وده بينطبق كله على الحاله النفسيه بتاعه اللعيب. ولكن انت في النهارده اليوم كله نصه تحكيم ونصه برده في اجواء مش طبيعيه. مش طبيعيه بالنسبه للفرقه بتاعتك اللي هي حاسه انها بتكسب في اي وقت، حاسه ان هي دايما بتحصل ميسنج في اول شوط. يعني ايه انا افضل كل مباراه اول شوط ماليش وجود في احراز اهداف؟ حتى لو اطلع ايجابي، حتى لو تطلع ما انت بتهجم عليك هجمه او اتنين ممكن يخش فيك جوال، بس انت كمان لازم انت يكون ليك سبق التهديف، يكون ليك سبق الوجود، انك انت تريح نفسيه لعيبتك اللي موجوده جوه الملعب، خاصه في ظروف زي اللي انت بتلعب فيها دي، سفر وامطار وهواء الملعب كله. انا ما اعرفش مين اللي اختار الملعب ده بالذات، يعني عشان احنا نلعب في هذه الاجواء في الشتاء في اسكندريه هو البنك الاهلي يختار الملعب دوت ملعبه علشان يتلعب عليه ماتش النادي الاهلي. طب كويس، يعني هو ده ملعبه على طول ولا لا؟ لا لا، هو ملعبه اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه. فكان ظروف الملعب حتى بالنسبه للاعبين تنفيذ الاداء، العضلات ممكن تكون كل ما بتلعب كل 48 ساعه ماتش العضلات ممكن تبقى شاده، اللعيبه نفسها شاده، مش في الفورمه بتاعتها. ده اللي انا شايفه وانا بتفرج كتحليلا لما حدث في هذه المباراه، عدم توفيق في احراز اهداف. ده بيبقى سرعه البديهه بالنسبه للاعبين، البطء في التحرك، البطء في تنفيذ الهجمه، البطء في التريك. انا النهارده لاعب بقدر اعدي من 1 2 3، انا ناسي النهارده اتجهت الصفه كويسه قوي النهارده اللي هي التصويب واستغلال الهواء اللي كان معانا في اول شوط. ما كانش فيه توفيق النهارده. ما تحسش ان في لعيبه هي كانت بتبني دايما الهجمات. علي معلول نفسه في اول شوط انا ما حسيتش بيه قوي زي كل مباراه، مع غير ان تاني شوط حصل النهارده كم غزوه كم كره، بس في 8 9 لعيبه في خط ال 18 معاك. انت عايز يعني في دوشه، انت عايز حد يبقى عنده من الصبر ان الكره تبقى في بينالتي شوط او يروح عاملها لزميله اللي جاي يريح زميله ويعملها ببطن رجله ويدخلها جول. احنا عندنا 4 عندنا النفسي، انا اللي لازم اجيب انا الهدف الفوز، دايما ببحث عن ان انا اجيب الجون. عدم رؤيه اللعيبه اللي جنبي من حواليا، الزياده العدديه اللي كانت جايه برضو بعيده سنه. يعني مش على طول انت عامل الكوردون الكره بتترد، انت الاهلي 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 بتسيبهم يعرفوا يطفشوا الكره ويودوها على اي جنب. مش حاسس ان انت السيطره. انت شفنا احنا اول هاف تايم قد ايه، 72% احنا 72% مسيطرين بدون ما تحس ان في فاعليه وانياب جوه الفراوده بتاعتك. اللي بواليا لازم حد يتكلم عنه، مش على طول بيستلم بظهره للمرمى، على طول بيحاول يستلم وبعدين يلف وبعدين لا، في بيبقى واقف بجنبه وشايف الجول وشايف الكره اللي جايه له. اللعيبه كانت مش شايفه بعضها النهارده كويس قوي. اللعيبه معتمده على ان انا كل ماتش ان شاء الله هعوض في احنا قاعدين ما اعرفش مين، لا العادل ولا علاء، مش كل مره
هتسلم الجره. يعني مش كل مره احنا هنبقى عندنا الضغوط النفسيه دي في الشوط الثاني ان انا لازم انا هكسب. لا انت هتكسب وبتادي وبتمشي كره صح وبتعمل تدوير وكده، بس في حالات في المباريات اللي جايه وكلام ده هتحتاج اقوى من كده نيرف، صح. اقوى من كده تنفيذ، اقوى من كده احساس ان انا لازم اخلص الحكايه بدري بدري يعني. مظبوط مظبوط. طيب عموما هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا قبل الفاصل النادي الاهلي طبعا كان مستحوذ، ولكن زي ما كابتن علاء قال بس هو الاستحواذ استحواذ للاسف ما كانش استحواذ ايجابي، ولو كان استحواذ ايجابي كنا كسبنا الماتش، يمكن كان في عدم توفيق، كان في بعض الاجواء، ولكن لو بصينا على الارقام هنلاقي ان النادي الاهلي كانت نسبه استحواذه على الكره النهارده 74% والبنك الاهلي 26%. التصويب على المرمى النادي الاهلي صوب 25 تصويب على المرمى، ولكن منهم اثنين بس في بين الثلاث خشبات. نادي البنك الاهلي كورتين بس منهم واحده بين الثلاث خشبات. التمريرات بقى بالنسبه للنادي الاهلي 678 تمريره صحيحه من اصل 773، وده اعلى معدل للنادي الاهلي في اي مباراه من فتره كبيره جدا. 773 ده التمريره. البنك الاهلي 183 تمريره صحيحه من 274. الركنيات البنك الاهلي 0 والنادي الاهلي 7، وده سؤال يا كابتن اسامه ليك، عدم الاستفاده. احنا قلنا قبل المباراه في الاجواء اللي زي ديت وفي ملعب زي ده ممكن كره ثابته تكسبك. مظبوط. 7 ركنيات لم نستفد باي واحده منها. في حاجات كانت بتتعمل كويس قوي، يا اما تمركز جيد من فرقه البنك، يا اما رعونه وعدم اتقان في انهاء الهجمه مننا. يعني في واحده بتاعت بواليا علي معلول لعبها له، عدت الاول كان اعتقد كهربا او حمدي فتحي، وجت لبواليا جوه الستة ياردة، مفروض وانت يعني من الناس المميزين كنت تلعب بدماغك، كانت مفروض من الستة ياردة في المرمى على طول، صح. هو حطها في الارض ومشيت فوق العارضة. وفي واحدة تانية برضو لبواليا جات له من ضربة ثابتة برضو، كان سهل برضو يحطها، حطها برضو فوق العارضة الشوط التاني. فانا اقصد انه عدم استثمارنا للضربات الثابتة كان بعضها ان احنا بتتلعب مننا وحش، او تمركز جيد في بعض الاوقات من فرقه البنك، او عدت واحنا دي بعض الحالات. طبعا دي كره حمدي فتحي اللي ممكن نجيبها تاني، ممكن نرجعها تاني بعد اذنك. دي طبعا في اول المباراه خالص، بس يمكن عشان حسه مش بتحس راجل هجومي او راس حربه. لا بالعكس، كان لازم يروح يخطف الاول. ماشي، بس هو حمدي فتحي من الناس المميزه جدا في بدماغه، يعني اتعمل كويس قوي من هاني. دي كره خلاص حواليها ايه الكره دي؟ لا بعديها وكمل بعد كده. بص الكره دي، بص الكره دي كان لازم يروح للكره هو حمدي. طبعا كان ممكن مدافع راح مدافع غطى كويس، مدافع اللي شالها غطى فيها كويس. انا عارف يعني غطى، يعني غطى كويس. في اعتقد ده محمد مجدي ممكن يكون قطع قبل حمدي فتحي، بس حمدي فتحي كان بيتحرك كويس. بس هنا استنى، اثبت هنا. لا اثبت هنا، بص بس هنا. لا بص يا كابتن، انا دلوقتي يقطع الاولانيه بالظبط بالظبط، لان انا شايف دلوقتي الكره رايحه عند الاولانيه. انا عايز ارجع، انا ما اقفش بالاسلوب دوت. ايمن انا اخطب بسرعه واجري قبل الراجل الاولاني ده واحطها بدماغي. ايمن عايز ارجع سنه كمان. ماشي. ارجع تاني شوف نمره 12 ده بيمسك الراجل. عايز اشوف الراجل ده بيمسكه، بص بيمنعه، بص بيمنعه هنا اهو، بص. ماشي بس كمل يا كابتن. كمل هو كمل ده كمان. ماشي بس دي ملحوظه هايله، ما حدش على فكره عطلت شغلته، يعني دي اللي خليته انت مش قادر يروح. يعني يا ريت في الخطوتين اللي انتوا بتتكلموا، ادي واحده اهي دي فيها اعتراض وفيها طرد كمان المفروض. بص 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 هنا، بص المسكه دي، المسكه، وان هو حمدي حاول يتفادى عطلت حمدي. خلاص هيروح امتى بقى؟ ايوه صح، دي هنشوفها الحالات دي برده مع الكابتن ناصر ان شاء الله. بص يا جماعه دي كره صعبه مبدئيا على المدافعين نفسهم. دي اخطر كره عرضيه عملها علي معلول. ممكن يجيبوها في نفسهم بالظبط، يعني خد بالك يا ايمن. سوري يا اسامه، الحاجات دي توريك النهارده اليوم مش طبيعي. ان كره زي دي سهله جدا، ممكن يحطها في نفسه، ودي والنسبه الاكبر ان هي تروح في الجول. بالظبط، هو رايح، وبعدين هو مش رايح مستريح، ده رايح موقف وحش جدا. مزبوط. ويا دوب لاحق الكره ولامسها. مظبوط، سهل جدا النسبه الاكبر تخش في الجول. فانا بقول لك ارجع تاني يا سمير سنه كمان. ده من ضمن الحاجات بتاعت النهارده كده يعني. ماشي كمل.
سامع. خلاص ما هو النقطه اللي احنا كنا بنقولها هي هي دي. بص رقم 12 اللي هو اعتقد عاصم صلاح، بص مسك ايد حمدي اليمين عطله فتره وحمدي بيحاول بسيطة. يبعد دي عطلت جزء كان السرد باكين محمد مجدي سبقه وقطعها من قدامه، يمكن دي اللي اخرته شويه سنه. بس هي طبعا معموله خطيره جدا من علي معلول يعني. دي بتاعت وليد طبعا خطفها كويس قوي برضو وليد قفش هنا لما وحش يعني وليد خطف كويس قوي لكن ما هو ده عموما كابتن ملخص انا كنت عايز اتكلم برضو على حته التغييرات. التغيير الاولاني يعتبر تغيير منطقي لان هو والتر بواليا مكان وليد سليمان في الدقيقه 29 ده تغيير منطقي. واحنا كنا بنقول من البدايه انه واضح ان يعني مستر موسيماني وليد كان جايب جونين الماتش اللي قبليه وجايب جون الماتش اللي قبله فحب يديله المباراه من اولها. لكن هو بس الخطا من وجهه نظرنا انه وليد اشتكى في التسخين فالطبيعي انه كان افضل انه يريح فكان متوقع مع الجو البارد ده وليد بيشتكي من الخلفيه انه جت في الدقيقه 29 حس بيها تاني وخرج او بص ماسك العضله الخلفيه الشمال فهو اشتكى منها لما جالنا بين ساعه الاحماء قالوا لنا ان وليد بيشتكي من ونزل مكانه بواليا وكان ممكن البدايه تبقى كده. احنا بنقول هو لاعب وليد لكذا سبب ممكن يكون وليد بيجيب جوان الفتره الاخيره فعايز يديله ويحسسه ان هو ممكن يبدا قوه المنافس النتائج اللي احنا كسبانين بيها قبل الماتش كل دي خليته يبدا بواليد كراس حربة. لكن في النهاية بواليا نزل المكان الطبيعي بتاعه أو كان هيبقى محمد شريف فالتغيير الأولاني ده غير منطقي يعني. على فكرة حتى لو كسبنا احنا كنا هنتكلم نفس الكلام ده يعني حتى لو احنا كان لينا حظ وكسبنا كنا هنحلل نفس الشكل ده طيب كابتن علاء تغيير محمد شريف مكان محمد هاني وشفنا بعد كده ان حسين الشحات رجع ورا ومحمد شريف دخل في القلب مع والتر بواليا. واضح مستر موسيماني خلاص البنك الاهلي ما فيش هجوم عليك فهو عايز يستغل حته حسين الشحات وفي الجهه الاخرى بيزود مهاجم محمد شريف يعرف يجيب جول عنده سرعه كويسه هو بيحاول يستغل كل الاوراق اللي عنده واللي مساعده ان زي ما قلت البنك الاهلي ما فيش هجوم خالص وكل الكره بتيجي بيحاول يديها نص ملعب النادي الاهلي وبيطلع بياخد نفس وبيحاول يعمل الزياده العاديه دايما اللي هو شغال عليها. انا بس عايز اقول لك ان الاحصائيات اللي انت قلتها كلها طبيعي انا في صلاحه النادي الاهلي لكن هو في الاخر احصائيه اهم حاجه الهدف. في الاحصائيه المهمه في كل مباراه ان هي تيجي 0-0 فانت كل الاحصائيات اللي احنا قلناها دي مظبوط هي طبيعي ان انت تبقى متفوق عليهم في كل حاجه النادي الاهلي على طول متفوق على اي فريق في كل حاجه لكن في الاخر بتدور على النتيجه الاهم. هو ده فكر مستر موسيماني وهاني كان بقاله فتره ما بيلعبش اعتقد عمل اللي عليه خلاص كده بدنيا كويس قوي عايز يعمل دم جديد ودفع هجوميه وضغط هجومي اكتر استفاد بالاثنين حسين الشحات ناحيه اليمين اتفضل بس في نقطه انا عايز اتكلم فيها لما انا بلعب براسين حربه هيبقى في اعتماد كلي مع فرقه مضغوطه ضغطانه زي كده دفاعيا في الحته ديت وقاعده واقفه في ال 18 ابقى انا معتمد على حاجتين ماشي كره عرضيه دي اول حاجه ماشي ما كانش في كره عرضيه ماشي هقول لك ليه لان انت الغلطه اللي ما هو النهارده هو المباراه كلها ايمن لما بتطلع بالنتيجه دي في مجموعه اخطاء من بدايه المباراه في اخطاء في الملعب في اخطاء في اللعيبه نفسها كابتن شريف قال في اخطاء في حته التمركز والتوزيع ده الخطا اللي حصل ان انت لما تنزل محمد شريف لازم حاجه من الاثنين يا كهربا يجي ناحيه اليمين او محمد شريف نفسه يلعب على الطرف لان انت اصلا مش عشان اكسب بنزل مهاجمين كتير طب هنزل راس حربه والتاني طب هيشتغلوا ازاي بالعكس انت عملت زياده وزحمه زياده هو اوريدي محمد يوسف بيلعب بثلاث مساكين ففي زحمه زياده انت النهارده من اخطائك اللي واضحه قوي في المباراه عدم استغلالك لعرض الملعب كويس عرضياتك قليله جدا انا لسه كنت بقول لك دلوقتي علي معلول اكتر اخطر عرضيه عملها علي معلول اللي بنتكلم عليها دي غير كده يا اما لو جبت المباراه كلها عرضياتك قليله جدا مميزات النادي الاهلي لما بيجي يلعب كل الفرق حاجتين كويس مهمين قوي بيستغل الاجانب كويس جدا والاختراق الطولي اللي كان عامله حسين الشحات في اخر مباراه انت فقدت الاثنين دول يا ايمن وعلى فكره يا كابتن انت عارف بدون قطع كلامك لا اتفضل ان النادي البنك الاهلي من السبع اهداف اللي دخلوا فيه خمسه من عرضيات كويس انت بقى النهارده بمنتهى
بمنتهى الشياكه كده ضيعت الميزه اللي عندك اللي هي بتضره. صح. انت فاهمني يا ايمن؟ مزبوط. يعني انت بتضيع الميزه اللي عندك انت. مزبوط. واللي هي دايما بتاثر في البنك الاهلي. مزبوط. ما انا بقول لك، لكن انت عملت زياده لكن التوزيع وحش قوي في عرض الملعب. صح. عرضياتك قليله. صح. طيب هنروح لملعب مباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه لقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، يعني نقول النهارده يوم مش موافق فيه النادي الاهلي في ظل ظروف ملعب وطقس وامطار غزيره وبعض علامات الاستفهام النهارده على طاقم التحكيم في اللقاء. لا خلينا نتكلم بس في حاجات فنيه. طب بالنسبه للتحكيم اعتقد كابتن سيد اتكلم يعني فيه، يعني اعتقد النهارده ادينا مباراه كان عندنا فرص كتيره، يمكن استحواذ زي ما انت شفت فرقه البنك الاهلي بتلعب بتكتل دفاعي كبير، حاولنا في الشوط الاولاني كان عندنا فرص كتيره كنا نقدر نستغلها، والشوط الثاني نفس القصه عملنا تغييرات، الراجل عمل تغييرات عشان يبقى عندنا كثافه هجوميه اكتر، ولاعبنا حسين عشان نستفاد منه هو وعلي اثنين اطراف يقدروا يعملوا كروسات، كان عندنا بواليا وعندنا محمد شريف ونزلنا طاهر نفس القصه يبقى عندنا كثافه يعني، ومن تحتهم كان قفشه وعمرو السوليه، لكن اعتقد يعني زي ما انت قلت يعني ظروف كانت صعبه شويه، لكن بالرغم كده انا كنت شايف ان احنا كنا احق بالمباراه يعني، لكن الحمد لله لازم تتقبل الكوره في كل موقفها يعني سواء بتكسب او بتخسر او بتتعادل يعني، فالحمد لله ان شاء الله نفكر في اللي جاي ونحاول نعدل الاخطاء برضو اللي احنا وقعنا فيها الماتش ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي باذن الله. كابتن سامي، يعني اعتقد ان النهارده بروفه قويه شويه ان انا بلعب فريق بيلعب بمنطقه بطريقه دفاعيه بحته، يعني شفنا الكابتن محمد يوسف قافل المنطقه تماما بحوالي 6 أو 7 لاعبين بيدافع بيهم وبيرجع معاهم اثنين كمان، اعتقد تكون بروفه قويه قبل المباراه مثلا هلعب المقاولون هلعب البيراميدز قبل كاس العالم للانديه، اعتقد اختبار قوي النهارده، ويعني كنا نتمنى ان شاء الله ان يعني نحرز الثلاث نقاط النهارده. بص خليني اقول لك، لا يعني شكل الفرق المقاولين او الفرق زي ما انت بتقول في ان شاء الله كاس العالم للانديه اعتقد يعني ما فيش فرق هتلعب بتكتل الدفاع ده، حق مشروع طبعا كابتن محمد اللي هو يلعب جيم دفاعي خصوصا بيلعب فرقه كبيره نادي الاهلي، هو اكتر واحد عارف قيمه النادي الاهلي وراجل كان مدرب النادي الاهلي وبطل افريقيا، عمل اعتقد عمل ماتش دفاعي هايل النهارده يعني بحييه طبعا وبارك له على النقطه، لكن اعتقد ان ان ان, إن بالنسبه اللي هي هتكون بروفه لكاس العالم او ماتش المقاولين او بيراميدز اعتقد مش الفرق بتلعب كده، يمكن برضو يعني حجم الملعب برضو اثر علينا شويه خصوصا انت عارف ملعب الماكس اصغر من ماتش من استاد السلام استاد القاهره، الملاعب اللي هي الواسعه يعني اللي تقدر تبقى يعني تساعدك اللي انت تقدر تستغل فيها الاطراف عندك يعني، يمكن انت كنت شايف كابتن محمد مقفل كل الاطراف وساعده برضو ان الملعب يعتبر ضيق شويه كده مع الثلاثه المدافعين بيلعبون في قلب الملعب، فاعتقد ان ظروف الملعب ساعدته اكتر يعني في الحاله دي، يمكن كان اختيار برضو ليهم ان هم يلعبوا في ملعب صغير زي ده، لكن زي ما قلت لك يعني هي دي الكوره وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لنا باذن الله. النهارده بنشوف حسين الشحات في مركز الظهير الايمن الباك رايت للنادي الاهلي، اعتقد ممكن يكون حل من الحلول اللي ممكن يلجا ليها الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني في المباراه القادمه. بص حسين لعب البوزيشن ده قبل كده وممكن هو لعب برده معانا في فايلر في فترات برده كده نفس القصه، والنهارده برده بنستغله لان هاني برده كان لسه راجع من كورونا، وانت برده نفس القصه عاوز كل اللعيبه اللي عندها نواحي هجوميه عاليه عشان تقدر تكسب وتجيب جون يعني، يمكن النهارده نفس القصه كان علي معلول قدرنا نلعب باثنين اطراف يعني، لكن اعتقد يعني ان ما كانش عندنا توفيق شويه يعني، ولكن هي زي برده بكرر هي دي الكوره وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لنا. اخيرا مواجهتين قادمتين للنادي الاهلي امام المقاولون العرب مع الكابتن عماد النحاس ومواجهه فريق بيراميدز، اعتقد يعني بروفه قويه للمباراتين قبل كاس العالم للانديه، يكون استعداد جيد للنادي الاهلي. طبعا ماتشين مهمين جدا بالنسبه لنا برضو، اولا عشان الدوري وزي ما انت قلت استعداد كويس لكاس العالم للانديه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نركز فيهم اكتر ونستعد فيهم اكتر وان شاء الله نحقق 6 بوند ان شاء الله ونرجع تاني لوضعنا ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء بتعادل سلبي ما بين النادي الاهلي والبنك الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، يمكن التغيير الثالث قبل ما نروح على المواقف، تغيير عمرو السوليه واليو ديانج في الدقيقه 80. ما اعرفش انا من وجهه نظري المحدوده وممكن ابقى غلطان، استغربت شويه التغيير لان انا شايف ديانج على حاله لعيبه الاهلي النهارده هو احسنهم. ايوه احسنهم، كل الكره الثانيه هو جايبها كويس قوي، مجهوده ما شاء الله في نص الملعب، بيحاول حتى التسديد من خارج المنطقه ايمن، وانت كنت محتاجه في فريق متكتل، حتى لو شاط واحده وحشه
لكن الهدف موجود. انها الحته انك تشوط مباراه 18 دي مع فريق متكتل كده حل من الحلول، حل الحلول اللي هي اساسا كويسه جدا. ديانج عنده الانطلاق من الانطلاق الطولي ده مهم، وكان بيتكلم عليه عادل، انت مش عايز تقطع مسافات بالعرض كتير، انت دايما عايز الطول يا جماعه. الوقتي انت بتحسبها وقت، الوقت والمسافه، انت عايز اقرب طريق للجول الطولي على طول. مزبوط. كويس. لكن تغييره طبعا، كل احترام مستر موسيماني جاز، الله اعلم ديانج كان تعبان او هو كان متفق مع ديانج ان هو هيغيره اخر 10 دقائق ممكن، ما نعرفش. لكن هي تغييره بالنسبه لي كانت يعني غريبه شويه. كابتن عادل سريعا، تغيير الطاهر محمد طاهر مكان محمود كهربا في الدقيقه 80، هل التغيير يعني اتاخر شويه؟ متاخر؟ لا تمام، تاخير 80 دقيقه كتير. يعني تدي الطاهر المفروض تدي له مش اقل يعني من 15 20 دقيقه عشان تقول تغيير كويس، عشان تغيير يبقى خلي بالك التغيير هو واليو ديانج الاثنين مع بعض. يمكن بتاع اليو ديانج اللي الكابتن علي يتكلم فيه مبلوع شويه، لانه ده ديفندر مع ديفندر ممكن يقف وسط الملعب، لكن بكلمك على كهربا وطاهر محمد طاهر فرقه عامله دفاع، فعاوز وقت كبير قوي علشان يدخل في الجيم يعني. صحيح. طيب نروح بقى لبعض الحالات الدفاعيه والهجوميه اللي حصلت في المباراه وتعليق نجومنا الكبار عليها. نبدا بالحاله الاولى بعد اذنك يا سمير. طيب كابتن شريف، ليه يفتح لنا الشاشه دي بس؟ ما يا ريت يفتح لنا. ماشي يا كابتن شريف. ماشي يا كابتن شريف. ده اولا وجود متميز جدا في المنطقه دي، وكانت اول مباراه دي كوره كانت تقدر تخلص لنا المباراه من بدري بدري. ماشي. لو شايف انت التواجد الهجومي اللي موجود على اول نجيبها تاني، الضغط معمول كويس قوي هنا. فين بقى خدت بالك؟ انا عايز اشوف احنا اربعه دلوقتي. ها كويس، ادي الضغط هنا اهو، والباص على طول لمسه واحده. ديانج ما شاء الله. بص مين اللي قطع. بص بقى، بص هنا فين بقى، مفيش غير دي لو اتلعبت لتحت. ايوه بص الراجل ده. هو نقع الراجل اللي هو ممسوك اللي هو اقرب في خط السته انه يقدر يلمسها لمسه واحده. شحات ما بصش يا شريف. او بص الرؤيه بس كده. طب خلينا نشوفها، خلينا نشوفها يعني كمان. كمل. هو بص على اول عرض بس او دخلته على زياده سنه دي ممكن. هي اللي قفلت عليه التمريره. طيب ده الهجوم اللي بعده. التحضير هنا كابتن علاء، ده تحضير زي كان الشوط الاول. انا شايف كان في تحضير كويس وانتشار كويس قوي. هاني ديانج وكان شحات وليه كان موجود لسه. بص دي اللي انت بتدور عليها دايما، ايمن باص واثنين وثلاثه لحد ما بتدور دايما. بص مفيش ملل في اول مباراه، كل ده بتاع حلو قوي، وبتروح الكوره ناحيه تروح الناحيه الثانيه، انت بتعمل كل ده اساس تلاقي المساحه اللي انت بتديك التفوق. اتفضل لفحه ثاني، نرجع تاني لو رجعناها تاني. هاني لما بيطلع بص مين اللي بيميل لناحيته؟ ديانج. برافو عليك. طبعا ديانج. بص ايمن، ديانج ورا كل كوره اذا كان من يمين او الشمال. يعني بص بعد ما انقلها كمل بقى من فضلك. كمل هنا. حسين الشحات تصرف كويس قوي، زحمه، برجع تاني. هاني شوف لقى مين. ديانج بقول لك، ديانج ورا كل كوره، وديانج هو اللي هيستلمها تاني. ادي بدر بنون، هتروح عند ايمن اشرف. كويس، هتتحرك حلو قوي التحرك والشكل، واخد عرض الملعب ممتاز. كويس، هبدا تادي حمدي مجدي. بص ديانج يعني الوحيد اللي انا اثبت هنا. ممكن استنى شويه سمير لو سمحت. اثبت هنا. بص يا ايمن، الوحيد اللي انا قلت اسمه من كره من اليمين اللي في النص اللي في الشمال الاستلامه تاني هو ديانج. انا عايز ابص على حاجه ثانيه يا كابتن عادل. بص انا عايز ابص على، شايف الكره ديت علي معلول فين؟ كنت عايز اتكلم في الموضوع ده. ما انا عايز اقول لك انه في من اخطاء المباراه النهارده. هتبص تلاقي بص علي معلول مضروب ازاي. الاثنين يا كابتن ايمن، المفروض محمد هاني لما بيطلع فوق علي معلول المفروض بيضم. لما علي معلول بيطلع فوق هاني بيضم. ليه؟ علشان ما ينفعش الاثنين يطلعوا مره واحده انت تضرب. بالاخص انت عندك واحد من الاثنين ديانج وحمدي فتحي في الحته الهجوميه. انت محتاج انه يزيد، الا لو انت هتثبت الاثنين الديفندرات هيبقى في واحد زياده زي قفشه ينزل لك نص ملعب ديفندر تاني، لان الاثنين هيميلوا على الطرفين. علشان كده بنتكلم الكره لو جبتها من الاول في خالص من اول محمد هاني يا كابتن، لو جبتها يا سمير لو رجعتها لنا هوريك دلوقتي اللي احنا اتكلمنا عليه الشوط الاولاني. اقف هنا يا سمير لو سمحت. احنا قلنا احنا بنقسم الملعب اثنين، وده انا كلمتك فيها من الاول.
الجزء الاولاني اللي احنا قاسمين في الملعب بيبقى فيه المجموعه اللي الناحيه دي اللي هي هاني وجنبه ديانج والسيرد باك الثاني اللي عندنا وواحد من نص الملعب اللي هو ديانج وقفشه ده المشترك بيننا. حلو. لما بتتغير الكوره ما بعد محمد هاني طالع بص علي معلول فين دي اللي مخليه انت مش عارف تدور اللعبه لعلي معلول. لو كنت دورتها لعلي معلول لو كان نزل لجوه كان علي معلول اللي طلع بيها. لكن علي معلول وينج ليفت في الوقت ده هترجع الكره تاني علي معلول هو واقف هناك لو اتقطعت زي وينج ليفت ما هي هتتقطع دلوقتي هنوريك هتمشيها. المفترض اللي بيحصل ايه ان علي معلول هو رامي نفسه بدري يا كابتن. لو كان نزل علي اهو نزل عشان ياخدها هيطلع علي معلول جري هيتدرب اقعد اتدرب علي معلول لو ده بص اللي بيجري هناك ناحيه اليمين لو اتعملت له الباص صح كان راح على الجون. لو فرقه تكتيكيا منضبطه بتفهم الامر التكتيكي اعلى من كده ممكن يروحوا يجيبوا في الجون ويجيبوا فيك اتنين. الحاله اللي بعد كده اهي صعب. ماشي دي حاله الشوط الثاني يا كابتن شريف نفس التحضير اللي هو من الاطراف بس حلو قوي من باص ده دايما بص عايز اقول لك خليه يجي ثابت كده ماشي ده اسلوب موسيماني دايما حتى في التدريب دايما بيخليهم على شكل مثلثات كويس. اي حد بيبقى معاه كوره لازم بيبقى عنده واحد من على اليمين واحد براس مثلث اللي معاه كوره او بالعكس لو كوره حتى اتردت هتلاقي ثلاثه راحوا جايين عاملين شكل مثلث دايما للراجل اللي هو صاحب الكوره كويس قوي من ده دي لازم جول. التصرف بقى الاخراني والتاتش الاخراني اهو السهم بيعمل برضه زي الاولانيه كابتن برضه بيخش جوه بس برضه على اللي رايح على العارضه الاولانيه. بص بص يا جماعه الوحيد اللي بيوصل هنا ويبص على دي علي معلول. علي معلول بس ايوه صح اللي بيعملها حلو بيعملها صح. لا كتير على طول يعني هو بيسيب الناس كلها بتقطع على قريبه وعلى البعيده اللي مكمل لو جبت لو جبت لو جاب هدف وليد اللي جاب المباراه اللي عملها علي معلول مميز في دي لان علي معلول في ميزه كويسه قوي دايما ما بيلعبش الكوره بالعرض كده لا بيبص بيبص دايما يبص وهو غالبا اكيد دي بص بقى المثلث اللي بقول لك عليه ادي واحد اثنين ثلاثه كمل على لا انا خلاص خلاص اتفضل وبيبتدي في منوره جديده خدت بالك من النص شايف يا كابتن اسامه ايوه ايوه طبعا دي ده مجدي قفشه طبعا بس هو انا عايز واحد سمير يجيبها من بدري شويه كتير بص انتشر طبعا فرقه بنك الاهلي كلها تحت يمكن من ال 18 لقدام 20 او 25 يارده لا يا ريت هو يجيبها من الاول دي اللي انا عايز اتكلم فيها على الشناوي بس انا قبليها عايز اجيبها من الاول يعني يا ريت هو يجيبها من الاول الشناوي قام بدول ليبرو هنا بص دلوقتي النادي الاهلي يقف 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 يا سمير ماشي بص كام واحد في ال 18 من النادي الاهلي 1 2 3 4 وقفشه هنا ومعلول هنا واتعملت كويس بس تمريره ناقصه شويه هنا دخلوا على بعض ديانج وهاني وهجمه مرتده في مساحه كبيره فاضيه هنشوف بقى الشناوي وتصرفه واحنا بنقول ليه الشناوي صاحي على طول مميز واحده طويله انفراد لباسيوني لو جون عادي هيفضل واقف هيفضل واقف متاخر او صح. على الاقل صح. مش هيبقى في المنطقه دي صح. ده هي لو وصلت لباسيوني كان انفراد كامل بالشناوي لان هو كان سابق عارف الشناوي في الجوله دي فين يا اسامه وانت بتهاجم وانت بتلعب كده الشناوي فين الشناوي على 18 بالظبط عشان الكوره ما تلعب بالمسافه دي ويوصل الشناوي هنا الشناوي على 18 مظبوط وده طبعا من مميزات الشناوي اي اتفضل هو فكره حاضر هنا ليه كمان ده لسه بقول لك لان الشوط الثاني كان الهوا مع الحاره بالظبط عشان كده مع البنك الاهلي والملعب ده اللي هو فيه زي الصواريخ انا عارف مزات الشناوي دي ايمن في حراس كتير قوي انت بتتكلم يا اسامه كان هيبقى متاخر بيشرح مع الكوره ويفضل واقف مكانه بالظبط وده لو اتاخر اسال حاجه عادل انفراد الكوره دي بدايتها كره ثابته للنادي الاهلي ايوه طلع مين أي. بانون وطلع الناس ايوه الوقفه كانت غلط ايوه يعني احنا عندنا ثلاثه كانوا ضد اثنين من عندنا فالوقفه في البدايه بتاعتنا كانت مش صح بتاعتنا صح صح بس طبعا دي امتياز من الشناوي الشناوي فعلا ده قام بدور الليبرو اللي كان بنقوم بيه زمان ايوه فعلا يعني صح. هي فرصه هدف مؤكد صح. هو حسسك انها لا شيء مزبوط. يعني كان لو جون تاني وزي ما اتكلمنا كان هيبقى متاخر كانت تبقى فرصه مؤكده ليه مظبوط دي صح دي كانت بعض الحالات النهارده
هنروح لفاصل ونرجع من بعد ونستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيمية لمباراة اليوم. أرجوكم انتظروا.